السلام عليكم يا شباب، يعطيكم ألف عافية. كيفكم؟ شو أخباركم؟ طبعا لعبة أنداون، سيرفرات اللعبة حتفتح يوم 15 شهر. حبيت أوريكم شوي من الجرافيكس بالليل تبعية اللعبة كيف حتكون. هلا كنا عم نشوف الإضاءة، مش عارف هذا القمر ولا هون بالليل. أنا شاعل الفلاش، مش عارف هذا أي وقت. شو رأيكم بالجرافيكس يا شباب؟ ممكن نلعب مهمة. افتح يا سمسم. هذا المكان عجبني صراحة، أحسن من المكان هذاك الأول. راح أحاول ألعب مهمة هيك سريعة. لا خلينا نفوت. طبعا ما حقدر أفتح لكم الستور لأنه ممنوع. في مهمات هلا نلعبها. ديلي 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 توداي. طيب رح نلعب هاي المشن. ما بعرف اذا بنقدر حنلعبها ولا لا، بس اسوي الاكسبت. accepting will reduce the number of other you can accept today. ماشي. I found something unusual at the chemical factory. Maybe it's because the reavers knew there were some fuel tanks left there. بعيد. لا يا حبيبي بعيد، بدنا مهمة هيك سريعة هلا. Can someone come and help me? The Lost City. اعتقد انا في ال... اه لا هي لعبتها انا المهمة اخر مقطع نزلت لكم اياه. Hold the line. اشوف ممكن hold the line حلوة. إن شاء الله يكون في لاعبين تانيين موجودين. طبعا هذا المقطع أنا اليوم عم بلعب يوم 14/6 قبل ما يفتحوا السيرفرات العالمية. هي نسخة المطورين. هذا جيم بلاي سريع حيكون. عم بصير يا حبيبي هذا جايب لي يم. وين وين شو المهمة هاي؟ شو اللي هولد ذا لاين؟ ما لحقنا نعمل شيء اصلا. مش عارف هاي المهمة اول مرة بسويها. مش عارف اني منين اجوا قبل شوي. هلا كونيك 100% انا بدي اسوي هولد ذا لاين من هون. مش عارف من هيجو. راح احط له هو وات. اوكي ليف. هي شكلها بدها تيم يا شباب، ما حيمشي الحال هيك. لازم يكون في تيم حتى نقدر نسوي هاي المهمه. المهمه صعبه. انا نطيت عليها تحت، قلت لحالي بنشوف مهمه تكون سريعه. اوكي عم قلي انه في عندي شيء بدي اسويه. فيري لو. بس شكلي بسحب عليه. ديلي سبلايز. سلمت ميشن. هولد ذا لاين. يا اخي الهولد ذا لاين صعبه. ما عندكم شيء مهمات سهله هيك على قدنا؟ طب خلينا نشوف هاي. نجيب دراجة. شو رأيكم بالجرافيكس يا شباب؟ المكان بعيد. 1800 متر. 1700. بعد بدنا ننطرهم ليفتحوا. زومبيز. ممكن ننزل نقتل شوية زومبيز، شو رأيكم؟ بدل هالمهمة هاي. This area is getting very hot. شوف شوف النهار كيف بيمروا بسرعة باللعبة. زومبيز هون. بحاول روح شورت كات. دعس الزومبي بالطريق. ولا يا ريتنا.
والله هذا الشورت كات ما بمشي حاله. امشي يا حبيبي امشي. شو رايكم بالجرافيكس يا شباب؟ ان شاء الله اللعبة حتنزل، نزلت اوريدي، وهلا انتم فيكم تفتحوا اللعبة وتشتغلوا على الكاركتر تبعيتها. يعني والله هون في زحمة، بدنا نروح هيك اصلا صح؟ ماكو طريق من هون، بدنا نطلع من على الجبل. جانا الزومبي. طيب رح ننزل نقتل شوية زومبي. يكون مقطع سريع. هذا اللي عم يضرب علي. طبعا اللعبة فيها اشياء كتير. شوف هالمنظر هذا. خلينا بس ناخذ نسلخ الغزال. اوكي حنشوف شو نقدر نسوي هون. عامل لك هون نفتح هاي. هذا المونيتر هو لازم عربي صراحة يا شباب، لازم عربي. رح ابي مي، اشرب مي. في عندي 3 رسائل. ممكن تشرب مي. The water bottle is full. طيب ممكن نعبيها او خلاص خليها نعبيها. واش فيس، بيغسل وشه. وبيغسل الملابس. شو بيسوي كمان بعد؟ اوكي هلا شوف فينا نسوي هون مثلا كامب صغير. اول شيء نسوي شويه اكسرسايز. طبعا هي هون كله انت بدك تشوف تتابعه. طول ما انت عم تلعب لازم تهتم فيه للشخصيه، يعني كانه اشياء حقيقيه. اوكي هون بيحط خيمه. مش عارف ليش ما حط خيمه، هو لازم يكون في خيمه. وبدك تدخله على الحمام وبدك كل شيء، يعني ما في شيء بتقدر تسوي له سكيب. هون بيعطيك الديتيلز. الأسلحة انت بتقدر تسوي لها كرافت، بتقدر تروح على المكان تبعك محل ما انت حاطط او البيت عندك. نمنا شوي. اجا زومبي. والله شالوه. راح اجرب لكم الشوت جان، شو رايكم؟ ناخذ بندج. ممكن ناخذ واحدة تانية قبل ما نوصل لعندهم. ما بدهم. صديقي ليش عم يركض هاد؟ تمام هذا هو المقطع يا شباب.
بعد في يوم او يومين حتى تنزل او تفتح السيرفرات. خبروني شو بدكم تشوفوا، لو حابين نسوي لكم جيم بلاي. شكله جوعان. بنسوي لكم جيم بلاي تشوفوها ان شاء الله. جوعان. اوكي. شوف هون بيطلع لك مثلا بده ياكل، بده هيل، بده كله هون بيطلع لك. والمهمات فيكم تشوفوا المهمات من في عندكم الستوري، مهمات الستوري المين مثلا. يكون في اكثر من شابتر. طبعا اللي عم يسأل كيف دخلنا، مثل ما قلت لكم هذا سيرفر خاص، سيرفر المطورين. كلنا بنستفاد منهم. على العموم يا شباب، اعطونا رايكم باللعبه وشو متوقعين، وان شاء الله بنسوي نحن. هي مش كلان بيسموها، مثل مجموعات او شيء. You are hungry. طيب لهون وكافي يا شباب، يعطيكم الف عافية. لا تنسوا تدخلوا الديسكورد لو حابين تشوفوا جيم بلاي، او عندكم اي اسئلة اي استفسارات عن اللعبة. ان شاء الله نحن حاضرين ونساعدكم فيها. يعطيكم الف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.